على كل الأحوال أنا يعني مصمم بعد شوي نفوت بتفاصيل يعني مهمة للمجتمع. انا بذكر انه مثلا المرحوم عدنان السيد الله يرحمه اللي توفى من فتره، كان هو اول لسه امبارح كنت بالاديه عم اقول انا هون اول مره مثلت بحياتي امبارح بالليل اتحاد طلاب المركز الثقافي بالاديه، وكان في الاستاذ يعني هذا حكي اي سنه فيك تقول ولا ما بدك تقول؟ وديع ظاهر الصديق والمعلم ايضا طبعا بيقدر، وكان بالسنه نفسها اللي انا ابتديت فيها نفس العام. تمام تحيه حبيبي انا مشتاق لك كثير. الله يخليك، انا عم تحكي مثل الفنانين بوجه لك تحيه. انت تحل مطرب بوجه لك تحيه. مناسبه سعيده بحب اقول لك بوجه لك تحيه. صدقا انا مثلا ما شفت ولا مره رفيق علي احمد انه هو مونودراما على المسرح، لانه رفيق لما بيوقف على خشبه المسرح بيخلق حواليه اطياف لكل الشخوص اللي بيحكي عنها من خلال الشخص الواحد اللي بيسموه المسرح المونودراما. بدي اقول للمستمعين انه المونودراما هي الفن المسرحي، مسرحيه الشخص الواحد اللي بيقوم بجميع الادوار. هلا بيطلع ممثل اخر بيطلع بالمونودراما بيبين انه هذا مونودراما لحاله على المسرح عم بيحكي شيء باتجاه معين. رفيق لما بيطلع بمسرحيه مثلا مثل الجرس او غيرها بتطلع حواليه اطياف، بتحس حواليه ممثلين كثير 2 3 10. انا ما حسيت فعلا انه رفيق وحيد على خشبه المسرح، لانه هو بينشر روحه وطاقته وامكانياته التعبيريه وشعبيته وعلاقته بالتفاصيل والنمنمات، فبتحس حالك قدام عرض مسرحي ليس فقط بممثل واحد. انا هيك نشوف استاذ رفيق.